السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خياطة تدبير وإعادة تدبير. شرفتونا بالاشتراك ودعم القناة، بنشكركم جدا جدا وبنرحب بكل المشاركين الجدد. ولو لسه داخلين القناة دوسوا سبسكرايب أو دوسوا اشتراك واضغطوا على الكل عشان توصلكم كل الفيديوهات. تمام. طيب احنا النهاردة معانا قطعة من قماش لطيفة، تعتبر يعني بواقي من شغل عملناه كتير مع بعض. النهارده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. حاجه حلوه جدا 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 وغاليه كمان جدا وهتوفري معاها كتير. نبتدي على بركه الله. شايفين قطعه القماش اللطيفه معانا اهي زي ما انتم شايفين. هنخيط الجنب ده، هتبقى عامله زي كيس مخده مفتوح من فوق وتحت. تمام، تعالوا نخيطه كده ونرجع تاني. ايه تاني هنحتاج؟ بواقي فايبر قديم، مخده قديمه. كلنا عندنا المخدات الزيادة وعندنا الفايبر، وحتى لو مش عندك الكيس ب25 جنيه كبير مليان فايبر بيعمل كذا حاجة معاكي، وبيتباع عند أدوات الخياطة، عند المنجد، عند اللي بتشتري منه المفروشات، في أماكن بيعه موجودة في كل حتة، وتقدري تعمليها مشروع ببساطة جدا جدا. أهو بجمع اللي أنا خيطته، بصوا أهو مفيهاش اي حاجة. انا بس كل الحكاية ان انا خيطت وجمعت اهو. في اسهل من كده؟ البنات كمان يقدروا يعملوها بسهولة، ما بتاخدش اي وقت خالص. اهو شايفين؟ ما عملناش اي حاجة. طيب اهو زي ما انتوا شايفين، عايزة تقصقصي زيادة، دي قصقصي مش عايزة، خلاص هي مدارية من جوه ما فيهاش اي حاجة. عندي فايبر اهو زي ما قلتلكم، مخدة كنا بنسحب منها في الشتاء مع بعض اعمال كتير جدا عملناها بالفايبر ده. وزي ما قلنا لو حابة تشتري اشتري، ممكن تفكيه كده من بعضه بس عشان يبقى هايش اهو، ممكن نحطه مفيش اي مشكلة. اهو شايفين؟ طيب اللي انا عملته تحت هعمله فوق، باخد برضو الطرف ده كده اهو، وبجمع الحرف كله او الطرف كله. شيك جدا لو هتعمليه على انتريه على صالون بكذا لون، كمان لو عملتي بسلاس منه قشر السمكه منتهى الجمال. اهو بنجمع، يستحسن طبعا لو الخيط يبقى نايلون او يبقى كروشيه. نأكد بس كده على اللي احنا عملناه ده الاول. اهو الشكل ده شايفين، هي شكلها بان دلوقتي اساسا يعني من قبل. طبعا ما تكملي هتلاقي انجازك قدامك اهو. وطبعا كده ايه بنجمع كويس قوي، شايفين شكلها؟ بتفضلي بقى تجمعي بالشكل ده اهو. طبعا حاولي بس يكون الخيط متين علشان تقدري تعمليها. الشكل ده كده هتديكي شكل الورده بالمنحنيات دي. تمام. طيب اللي فاضل فيها، هاتي دبوس، هاتي اي حاجه غطا زرار كبير بالشكل ده. وطبعا بنجمعه بالشكل ده كده علشان يكون من نفس الشكل. نعمله معاكم برضو اهو،
مجرد بس اللي تغطيها. حكاية ما يعني مش محتاجة احترافية ولا ورقة ولا قلم ولا انك تعملي حاجات مظبوطة 100%، عشان طول الوقت مش عارفة تعملي حاجة لانك بتشوفي الناس البروفيشنال بيتكلموا بالورقة وبالقلم. اي حاجات كلها عادية بالشكل ده. طبعا بتحاولي تعملي واحدة كمان علشان تكون واحدة في الظهر وواحدة من فوق. بصوا عادية خالص خالص، بتحطيها هنا. اهو بالشكل ده. بس يعني حاولي تقربي لون الخيط من لون القماشة اللي بتشتغلي بيها، عشان تحاولي على قد ما تقدري ان انتي طبعا بتخيطيها او بتلزقيها المتاح بالنسبة لك. شايفين الشكل؟ نفس اللي عملتيه هنا بتعمليه الناحية التانية. اهو جمعي وما تقلقيش. شيك جدا 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 اللي انتوا هتعملوه طبعا، مش دي. طيب كده لا، لسه عايزه اضيف اضافه، يعني كل واحده بتضيف الاضافه اللي هي شايفاها مناسبه. هنضيف اضافه بسيطه بس علشان تحسن شكلها اكتر من كده كمان. ممكن تعملي اللي هي مقاسها كبير قوي قوي دي اللي بنحطها في الارض وبنقعد عليها اهي بنفس الطريقه. تمام. طيب نشوف الاضافه اللي هنضيفها. طبعا ممكن تخليها كده وممكن تجيبي الاستراس ده اهو، قلنا اكتر من مره ان هو رخيص جدا جدا، المتر منه ب10 جنيه. بس انا مش عايزه كمان اغطي على زرار اللي انا عملته، فانا بس هعمل جزئيه كده في النص بالشكل ده. طبعا مسخنين مسدس الشمع. تمام. شايفين انها تتحدث عن نفسها يا سادة ايه؟ شايفين كده الشكل بتاعها اهو. اعملي عدد كبير. بس الناس اللي هتقول ده لون بني على لون بيتي، ايه اللخبطة اللي ام عبد الرحمن عاملاها دي، لا ده مجرد تمرين. انت اعملي اللي انت شايفاه مناسب للديكور بتاعك بالاقمشة الزيادة عندك. انا بس بعمل المتاح كتدريب مش اكتر، دي بواقي قماش عندي. وانا عايزه اشتكيكوا بقى من نفسكم يعني في فيديوهات الخياطه. تفاعلكم بسيط جدا 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 وضعيف، مش عارفه ايه السبب. يعني انا بعمل كل الحاجات اللي بتطلب مني. حابه ان انتوا يعني تنشطوا الدنيا شويه في التفاعل، خاصه في فيديوهات الخياطه، لان انا كنت مجهزه فيديوهات، عدد من الفيديوهات بصراحه. يعني لغايه دلوقتي لسه ما عملناش الروب، ما عملناش دفايه الحريم القطيفه اللي هي كذا قطعه، في حاجات كتير قوي ما عملناهاش. الفساتين الشتوي ما عملناهاش، لكن انا شايفه التفاعل بصراحه ضعيف مش مشجع. فمش عارفه بقى انتوا يعني، حابه بس ننشط الدنيا شويه. نعمل شير للفيديوهات، نعمل شير للقناه عشان خاطر بس عدد يشوفها، فده يشجعنا نحس ان الفيديوهات مقبوله ونقدر ان احنا نكمل فيها. وعايزاكم بقى يعني، عبد الرحمن تعبان قوي عنده كحه بقاله اسبوع، ادعوا له بقى ربنا يشفيه علشان يقدر يصور معانا الفيديوهات الجايه ونعوض اللي فات ان شاء الله. بتمنى ما اكونش تقيله عليكم. بشكركم جدا جدا، بشكر كل المشاركين الجدد والناس اللي بتدعم القناه دايما ودايما معانا، بنكمل بيكم دايما ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.